الآن ننتقل من الشرقية إلى القصيم، وبالتحديد تدريبات نادي الرائد، حيث عاود الفريق الأول بنادي الرائد مساء هذا اليوم تدريباته الاعتيادية بعد فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين بعد لقاء فريق الشباب بحصة تدريبية بالنادي الصحي، فيما واصل الثنائي الأجنبي البرازيلي كامبوس والكنغولي ديبا تدريباتهم على ملعب النادي. الزميل خضير البراق حضر تدريبات هذا اليوم. لا نتابع حديث بعض اللاعبين أحمد الكعبي، موسى شمري ووليد الجزاني مع الزميل خضير البراق. أكيد أن الوضع لا يرضينا كلاعبين، خاصة اللاعبين لهم طموحات، لهم نظرة قدام، يبغون يحققون مستويات أفضل هالموسم. لكن بقول لك شيء، الفريق يعني معظم لاعبيه كلهم مستجدين في الفريق، يعني يمكن 70 أو 80% من اللاعبين توهم هالسنة منضمين للفريق. هذا سبب كبير على ان الفريق ما قاعد يقدم نتائج. ان شاء الله باذن الله تعالى راح يتحسن المستوى قدام في المستقبل، راح يتحسن الاداء، المجموعه تنضم لبعض اكثر، تتاقلم مع بعض اكثر، وراح تشوفون الرائد ان شاء الله مختلف في الفترات القادمه ان شاء الله باذن الله. طبعا بالفعل زي ما قلت، نقطه من 4 مباريات اعتقد انها يعني صراحه ما ترضينا ولا ترضى جماهيرنا، ونادي الرائد نادي عريق ونادي كبير. نقول الحمد لله والشكر. اعتقد ان التعثر في البدايه احسن من يكون تعثر في وسط الدوري وفي النهايه. لسه الدوري طويل، يمدينا نصحح. امامنا توقف بعد مباراه نجران في ارضنا، اعتقد ان بامكاننا الفرصه امامنا ان نظهر ونعود ان شاء الله لحصد النقاط ونعود للمراكز المتقدمه ان شاء الله. والله شوف، انا اقدر اجاوب بالنسبه للشيء اللي خصني انا، بالنسبه للامور هذه اعتقد ان السؤال توجه للمدرب. انا بالنسبه لي بالعكس، أنا مع الفريق من بداية الاستعداد من معسكر تركيا ومعسكر الطائف وبطولة المصيف. إلى الآن الحمد لله والشكر ما تغيبت. أعتقد أنا من ناحيتي بالعكس يعني مستعد، بس السؤال هذا توجه للمدرب، أعتقد أنه يخص الجهاز الفني أكثر. والذي أيضا يخصك عندما تطالب الجماهير باسمك، بما يشعر موسى؟ أنا بالعكس أتمنى، يعني الجمهور الرائد جمهور عزيز على قلبي ودائما يوقف معي ويوقف مع جميع اللاعبين، جميع من مثل الرائد. أنا أتمنى أني أكون متواجد أجل رد الدين لهم. أعتقد أن إحنا مقصرين دائما مع جمهورنا. أتمنى إن شاء الله أني يعني أرد لهم الجميل. أعتقد أن زملاء اللعيبة ما هم مقصرين، سواء بنفس المركز أو الخانة الثانية، الجميع يتمنى أن يعني يفرح جمهور الرائد، لكن الله أراد أن تكون كذا إن شاء الله، يعني تفرج إن شاء الله بعد التوقف إن شاء الله. والله طبعا انت قلت، طبعا ما 4 جولات طبعا من طلعنا منها بنقطه واحده، اكيد انه ما ترضينا يعني، وكثير يعني يمكن مقصرين في حق جمهور نادي الرائد. ولكن ان شاء الله احنا لسه 4 جولات يعني من موسم كامل، ما تقدر تحكم على يعني يمكن نتائج الفريق. ان شاء الله احنا شايفين انه في تطور على المستوى، ولكن بين مباراه ومباراه، لكن يعني تطور بطيء شوي، لكن ان شاء الله انه نكون مباراه يعني التوقف هذا نستفيد منه، نطور ونصحح اخطائنا، نطور ان شاء الله من انفسنا، ونحاول ان شاء الله في اول مباراه بعد التوقف ننتزع اول 3 نقاط باذن الله. وليد، شاهدنا اساسيا في مباراه ثم تغيب حتى خارج التشكيله ثم هكذا، برايك ما هي الاسباب؟ هي يعني حسب خطه المدرب، ام انك عدم جهوزيه، ام بما تعليقك؟ لا بالعكس، طبعا انا متواجد مع الفريق يمكن من بدايه المعسكر في تركيا، فما اعتقد انه ما جاهز انا، بس انه حسب يعني راي المدير الفني وتكتيك وخطط المباراه، يمكن في مباراه يحتاجني فيها، مباراه ما يحتاجني فيها، المباراه اللي يحتاجني فيها يمكن يلاقوني ان شاء الله موجود في قبل اللي في